الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الأيام هذه أيام فضيلة، أحيوها بالتكبير وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، واغتنموا الفرصة، وتراه ما له وقت معين، كبر اللي ما أنت بحاج، وأنت في بيتك، وأنت في سيارتك، وأنت رايح للمسجد، وأنت جاي من المسجد، حتى على فراشك كبر. لأن تصلي صلاة العيد ثم لا له وضع ثاني وله ضبط. إن شاء الله سبحانه وتعالى يتقبل مني منكم صالح الأعمال، قولوا أمين. في هالأيام الفضيلة اللي ما فيها حب منها على الله، وأنه يرحمنا برحمته ويرحم موتانا موتى المسلمين، مع إشراقة صباح جديد ومع زقزقة العصافير، أقولكم صبحكم الله بالخيرات والمسرات والليرات، ويا هلا ويا مرحبا، يا سكنكم سكنا. هات العلوم. ايه مبروك النجاح. الله يبارك فيك. ما شاء الله تبارك الرحمن. اخيرا خلصتوا؟ اخيرا الحمد لله. لك الحمد يا رب. كم نسبتك وش جبت في الشهاده؟ جايب 100 من 100. ما قام غرنا ان قلت كم نسبتك. رح 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 جايب 100 من 100 في علوم الرجاجي. غير علوم الرجاجيل الشهادة كم جبت فيها؟ خلي العلوم أول، علوم الرجاجيل الشهادة وما قلت لها الرجاجيل؟ إيه لا إن شاء بالله عليك كذا أقدر أتفاوض. كم نسبتك؟ قدر تتفاوض معنا ببيع واشتري معك؟ سامي تعاقد مع لاعبد؟ تتفاوض؟ تتعاقد مع لاعبد؟ دقيقة يا سعيد أبوي من حيل يا ابوي تشوف الواحد يتهرب من سؤال الدرجات. اعرف انه جايب العيد. كم درجاتك؟ درجات يا ابوي ما هي درجات الدنيا هذه. العلم على درجات الاخر. توجهك العلم على درجات الاخر. دقيقه كلاب تنبح. اكمل يا كلاب تنبح برا. طيب يا ابوي انت ايش جايبك على الطاوله؟ اسمع دقيقه ما يهمك الطاوله. انا شوف يقول درجات الدنيا والاخره ما ادري وش تاخر جايب 89 وجايب جيد جدا. انا عارف يا ابوي سعيد اذا ما خرج ولا درجات اعرف انه جايب جيد جدا. والله انت كم جبت؟ انا ما اعرف سعيد ابو شيء سعيد طالب. كم درجاتك؟ 97. نسبتك 97؟ ما شاء الله الله يوفقك ان شاء الله. وانت جاي ممتاز في علوم المراجل. غير علوم المراجل نسبتك كم؟ خلي علوم المراجل كم؟ ها كم نسبتك؟ 97. كفو والله كفو والله يا والله انكم ترفعون الراس تبيضون الوجه ما شاء الله. هذا تعليم الله يبيض وجهك. والله يا سعيد انك ولد محترم. اي والله هذا تعليم لكم وتعبي عليكم الحمد لله. لا يا شيخ ما دريت والله تعليمك لي. اجل شو تعلم فيه؟ والله ان التعليم امه يلا خليها انت دوج ونجيت. والله ان اليوم ناوي لك بشت حوش. وش يجي تطبخ له ويقول ارقد وقول يا قاقر علمتك. والله ما علمتني ولا فهمتك انت اساسا ما شكلك انت رايح تجيب الفطور. انت شكلك الله يصلحك بالصريح. تصريح بيض الله وجهك يا سعيد. بيض الله وجهك اللي تعتبر مجهود. وانت ليش ما تسوي الكلام هذا ولا تقول تعليم؟ لا ما لا ما تعليمك تعليم ما شفت. نعم طيب شغلكم معي. طيب اوريكم انا. ليش تقول تدريسي؟ ما درست احد. انا تدريسي يد نفوس من انت علمت. تدريس امي امي انا اخليها ولا انت داج؟ انا لا اول امي هذا علمي انا. علم في الراس ما فيك الراس. ايوه وانت بعد تجتمع وسعيد ابوي ما علمهم انهم ما حد علم الثاني. يعني انت نفس نظامه؟ ايه يعني انت معلمين انفسكم؟ نعم. طيب ما في مشكله خلاص تكوا هنا وانا بنزل تحت اعلم امك واقول هذا ما يقولون عيالك. ثم خلت فاهم معك خير ان شاء الله. يعني شوف ايش يصير ان شاء الله. دقيقه لا امي ابوي والله انك شيخ طحطور. رجع لك المعقوليه انت اذا سكرت لي هاك. نعم لا والله ما بنت اللي علمتنا ولا شيء. ان ما علمتنا ولا ما انا راح يجيبونا فطور رقد الله يرسل مساء.
يلا 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 روح روح اوريك شغلي معك بعدين. اي روح روح. ها المصعد راح المصعد راح بسرعه الصحون فيه. عجلوا 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 ما شاء الله تبارك عجلوا عجلوا بعدي يا عيالي بعدي والله ابي عريكه والله والله انت خلاص روح خلاص روح خلاص روح خلاص روح بسرعه طيب يا حشر طيب العب 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 ايه طيب طيب بسرعه المصعد قفل يلا بسرعه شوفوا ما تنقون زي كذا طلعكم كشته في السطح والله ما احسن منها روح نزل الاغراض استخفاف دم انا ابغى بسرعه يا لالي يا اول مره اشوف قشطه فراوله ياكل قشطه فراوله يا جعل بالعافيه اول مره اشوف كلكم انت وفخر نعم اول مره اشوف انت على شكلك كذا كبشه نعم حاشد زور ما خليت كذا كبشه ضبان سعيد طيب كذا انا ونهر كذا انت نهر نهر نقرا نهر ما يحب التصوير خلاص خله لا تحرج لا تحرج لا تحرج خله على راحتي يا نهوري يا حلو يا نهوري نهوري يا بابا يلا افطر 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 اكله بالعافيه ان شاء الله بحيعافيك ما شاء الله احلى شيء عندي وايش؟ ايه مقشه والعدس نعم يا فخر والله نعم يا فخر زاني طلع اذا جاء رجال فخر والله لا برجال شيء مريح بس خمه جيم لا ما عليك ما عليك لا كاير النعذ والله خليه اقول رح بس خليني بنشوف ردة فعل رح بس انت اجي سجي لا يا بقر لا 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 ادم كذا خلاص لا 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 خلوا فخر يفطر لا فخر ما برجال ورع ولا يعرف شيء ورخامه لا 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 ايه خايفين منك يا